والله شيء عظيم. انا بجد والله شيء عظيم. انا بقى بكره الصبح ده اجراء تحضيري، اجراء تحضيري لمده يوم واحد. بكره الصبح 9 الصبح لو ما حققوش وراح لهم ونسى بشر عند الوزاره. لو ما حققوش هنيجي بقى نعمل اجراء مخصوص. بصراحه ما عرفتش انت عارفين ليه. ولا احنا عارفين ليه. بالظبط كده. لا انا بصور رد فعل بس.